هذا القطار الأنيق العتيق الذي ينقل السياحة هذه الأيام إلى الحديقة الوطنية كان في السابق قطاراً لنقل المجرمين والمدانين والمنفيين سياسياً إلى آخر نقطة على اليابسة، ولذلك سمي بقطار نهاية العالم. من مهمات قطار نهاية العالم أيضاً نقل السجناء المحكومين بالأعمال الشاقة من محبسهم إلى وسط الغابة، حيث كانوا يجبرون على تقطيع الأشجار وسط البرد القارس وبين الحشرات السامة والحيوانات المفترسة. ومن المفارقات أن هؤلاء السجناء هم من بنوا أشوايا كجزء من عقوبتهم الشاقة، وكانوا المستوطنين الأوائل للمدينة التي تحظى اليوم رغم صغرها بشهرة عالمية. يعتمد اقتصاد أشوايا على السياحة لما تحظى به من طبيعة خلابة، ويقصدها كثيرون من بوينس آيرس لقضاء العطلات فيها، إضافة إلى أنها نقطة الوصول إلى القطب الجنوبي لهواة المغامرة والبحث العلمي. يحل فصل الصيف في أشوايا في ديسمبر كانون الثاني عكس شمال الكرة الأرضية، ولدى سكانها أسابيع قليلة فقط للتمتع بأشعة الشمس، فالجو بارد جداً على امتداد العام تقريباً.